حيث موطن القوافي ودفء المعاني وترانيم الطرب الأصيل، يستوقفك منزل رائد الأغنية العدنية الفنان خليل محمد خليل في حي الطويلة بكريتر جنوب مدينة عدن. حرام عليك تخفي ليش يدك والقلب يا صاحبي، ما تبقى من آثار مزاره الفني محتويات قديمة تحكي رحلة طويلة من العطاء لواحد من مؤسسي ندوة الموسيقى العدنية وصاحب البصمة للأساس في تشكيل الغناء اليمني الحديث. ترعرع وعاش ودرس في مدارس عدن، الآن هي المتحف العسكري، هذه مدرسة كان أبي يدرس فيها، وتخرج لغاية شهادة التنمية العامة، ثم التحق في دورة في مجال الشرطة وتحصل على رتبة رائد في جيش بريطانيا، وكان مدير لسجون عدن. هذه حياته يعني المهنية. أما حياته الفنية فكان رحمه الله جدي الحاج محمد أحمد خليل كان فنان، وعمومي كانوا فنانين، بس كان الفن في عدن يعني مش اللون العدني المرغوب، يعني كانوا يغنوا اللون الصنعاني، اللون الحضرمي، اللون اليافعي. حتى بعدين لما دخلت السينمات والثقافة في الأربعينات اتجهوا إلى الغناء المصري والهندي. محطات العطاء الفني للفنان خليل محمد خليل مثلت مسرحاً للحركة الغنائية والموسيقية في عدن. جاء فترة وكان يعني كوادر عدن يتساءلوا، من ضمنهم أبي، يعني لماذا لا يكون في عدن بصمة أو فن أو ثقافة خاصة بها، يعني تحمل عدن. وكان الإنجليز يحارب مثل هذه الظاهرة، وعانى منها الوالد وعانوا منها الفنانين والمبدعين أيام عدن، أيام بداية الندوة. ولكن تشكلت الندوة في عام 1948، وكان من أعضائها الفنان سالم بامدهف وياسين شوالة وفنانين كثير، ومحمد مرشد ناقي كمان عضو كان في الندوة الموسيقية العدنية، واستمروا في تأسيس اللون العدني حتى إلى 58. وأنا أذكر إنه الندوة الموسيقية العدنية بعدها بدأ شباب عدن يعني يتعلم أو يشوف يأخذ من الفكرة هذه، إنه كيف في عدن الآن ندوة موسيقية عدنية، فبدأوا أبناء الشيخ عثمان شكلوا رابطة سموها رابطة الموسيقى العدنية برضو، والفنان أحمد قاسم كان عمل مدرسة تجديدية لكن ما كانش مع الندوة الموسيقية العدنية، فبدأوا هؤلاء يعني ينهضوا بالفن في عدن. ترك الفنان خليل بصمات على أوتار وألحان أصيلة لا زالت كما هي تملأ الأسماع كتغاريد شجية لا يصدأ لها رنين. كان الفنان خليل محمد خليل
من صناع الأغنية ومجدديها بثوبها الزاهي وبطابع هويتها المعبرة عن ثقافة المدينة وفنها الأصيل. نسيت يا خلي أشواقي وكسنا بيد السامي. اللون العدني يختلف عن باقية الألوان، سوف يجد أنه في اختلاف كبير في الإيقاع، في المعنى، في الكلمات، في اللهجة، كثقافة، ثقافة أبناء عدن. وبعد مثل أبي عدن في عدة محافل خارجية وداخلية. الخارجية مثل عدن في فرنسا عملوا تسجيلات، وقبلها في بريطانيا في إذاعة البي بي سي. نصف قرن مضى على تأسيس الندوة الموسيقية العدنية التي كان الراحل خليل محمد خليل أبرز مؤسسيها في خمسينيات وستينيات القرن الماضي. هذه الندوة لما تشكلت كان أعطت منعطف كبير وتغيير جذري للفن في عدن. كان زمان يغنوا اللون يعني الهندي، كان المصري، لكن ما كانش في أغاني عدنية بمعنى أو بالمفهوم الذي نحن نفهمه الآن. كان يعني زي ما تقول زي أهازيك، زي اللي في البيوت، يعني جداتنا يغنوا يعني بالأعراس، بالموالد، بذا، لكن مش كفن يعني كموسيقى أو كمتطور، لا. لكن الندوة جاءت وطورت هذا لأنها أخذت من الفن المصري، أخذت من الكويتي، أخذت واستوى عندهم يعني ثقافة فنية عالية، فخلق اللون العدني. اللون العدني الآن ما شاء الله عليه، الآن يعني وصل يعني إلى الخليج ومعروف، وهو لون وبحر من بحور الغناء اليمني العريق. يوم كانت عدن تشكل مركزا فنيا على مستوى الجزيرة والخليج متجاوزا نمط الغناء التقليدي، كان الفنان خليل مفتاح آفاق مقامية وإيقاعية رحبة للتجديد الغنائي. أحرزت الندوة الموسيقية العدنية نجاحاً كبيراً في مجال الموسيقى والغناء، وأرست قواعد التجديد للأغنية اليمنية. لكن ما كانش هدفهم مادة، ما كانش هدفهم ده، كان هدفهم إنه يخلقوا لون وثقافة وثم يحافظوا عليها. وكان نتاج أو ثمار هذه الثقافة إنه وصلنا بعدين إلى فنانين كبار وعظام. مدرسة فنية جديدة انفردت بجمالية غنائية وكسرت القواعد والأسس الفنية، مضيفة للموروث الفني والغنائي ثراء جديدة. يا أهل الهوى يا أهل الهوى، قلبي كوى قلبي كوى، يا أهل الهوى يا أهل الهوى، قلبي كوى قلبي كوى، بالقمر من نار النجوى، بالقمر من نار الجوى، يا أهل الهوى يا أهل الهوى يا أهل الهوى، بالقمر من نار الجوى يا أهل الهوى.
ضمت الندوة العديد من المثقفين والأدباء والفنانين ممن عاصروا خليل محمد خليل، وبهم ارتفع مستوى الغناء والألحان.